طبعا حاب ارحب بابطالنا الشباب في مخيم العلا الشتوي، سعدنا باستضافتهم في الهيئه الملكيه لمحافظه العلا، وسعدنا ايضا باستضافتهم في محميه شرعان الطبيعيه. العلا كمنطقه تعتبر كمتحف حي، فيها جميع مقومات اللي خلينا نقول نبي نعطيها للشباب، من تراث، من تاريخ، من طبيعه، من حياة برية، ومن مغامرة وجيولوجيا. البرنامج يشمل عدة نقاط: التصوير السينمائي فيها التراث عن طريق اللي هو الصيد بالصقور والخيول العربية والجمال، فيها المغامرة، إنزين المغامرة عن طريق أخذهم في رحلات بالمشي الحر في الوديان وفي الأماكن الطبيعية، فيها جزء كبير عن الآثار وعلم الآثار، فيها تجربة الفن التراثي اللي هو عن طريق السعف وشون تحويل السعف إلى شغلات فنية، وفي تجارب أخرى مثل تجربة مشاهدة النجوم، وليس بس التجارب ليس مجرد مشاهدة النجوم ولكن شرح لتاريخ وأهمية النجوم للعرب. اليوم في هذا المخيم شفنا خلال 8 أيام تغيير شامل صار في الأطفال اللي معانا، فأتمنى من جميع الأمهات والأبهات اللي يشوفون هذا الفيديو يفكرون في هذه الأمور مع أطفالهم. بعض الأشياء اللي الأطفال تعلموها: being kind, stepping out of their comfort zone, okay, and dealing with any situation. Conservation as well, protecting the environment, leaving no trace. So كثير منهم يقولوا, oh, we don't like art. بدعوا في الارت. They did pottery, they did ceramics, they did palm weaving. You know, مداخيل was not easy. طريق مرة ضيق, you're in a canyon, it's dark. في ناس شوي يخافوا من الclosed spaces. They were able to explore something new and do something new. اللي يحب يسافر عندكم العلا, عندكم نيوم, عندنا you know الرياض, عندنا الجنوب, أبها, الباحة. We have so many open air museums that each and every one of us needs to visit. طبعا احنا we design this البروجرام كامل عشان نعلم الأطفال أول شيء إنهم يتركوا جوالاتهم، يتركوا الأشياء اللي هم دائماً interact with it. وطبعاً نعلمهم عن تسلق الجبال، ونعلمهم عن الحبال، كيف يولعوا نار، كيف interact with other people, how to socialize. ضمن الأشياء اللي نعلمهم إنه كيف they navigate with using stars اللي هي star gazing، فعالية اللي star gazing. موجود النهاردة في الكامب عشان نحفز الشباب. في حاجات كتيرة جداً ممكن نتعلمها من الطبيعة. أول مرة أجي العلا فمكان جميل جداً، والشباب موفقين جداً في اختيار المكان ده بالتحديد. دوري هنا أكون أشارك الشباب يمكن خبرتي أو القصص أو المغامرات اللي أنا عشتها، نوفر للشباب دول تجربة يعني فريدة من نوعها ما ينسوهاش، يعني تكون حاجة يعني مهمة في حياتهم.